أهلا وسهلا بكم مواليد برج الحمل، صباحكم سعادة أو مساكم سعادة وقت ما يوصلكم الفيديو. شكرا لتفاعلكم معايا برج الحمل لفيديوهات شهر يونيو. إن شاء الله يكون شهر يوليو اللي هو جولاي يكون شهر سعيد عليكم وتحققوا فيه كل أحلامكم وكل اللي نفسكم فيه يا رب. طبعا هذه القراءة طبعا احنا لازم نقول الأول تناسب البرج الطالع الحمل اللي هو بساعة الميلاد، واللي هم عارفين ساعة ميلادهم طبعا وعارفين ان اول برج في خارطتك الميلادية بيكون الحمل، فده يعتبر طالع الحمل، وبتناسب ايضا اللي برجهم الشمس الاصلي الحمل يعني حمل اصليين، وبتناسب اللي برجهم الباطني الحمل. بنلجأ للبرج الباطني ده لازمته ايه؟ بنلجأ له في حالة لو ما تعرفش تاريخ ميلاد ليك وكاتب تاريخ ميلاد كده وخلاص كإثبات ورق رسمي، أو أنت مش عارف أصلا اتولدت إمتى، فبنلجأ في الحالة دي هنا لبرج اسمه الباطني، من اسمه البطن يعني بطن الأم يعني من اسم الأم. تمام، بنجمع حروف اسمك واسم الوالدة وكل رقم بيبقى ليه حرف، بناء عليه بنطلع البرج بتاعك إيه من ال 12 برج. فلو أنت برجك الباطني الحمل أيضا، اللي مش عارف يبعت يسألنا، إحنا عاملين قراءات مجانية بتكون على يوم 20 من كل شهر، يعني كل شهر من يوم 20 بنعمل قراءات مجانية للي بيتفاعلوا معانا بتعليقات، بنرد على كل التعليقات، مفيش حد ما بنردش عليه. واللي ما بنردش عليه في مجموعة بيبقى أكيد 20 8 20 9 هيترد عليه، مفيش حد بنرفضه وبنقول له لا خالص، ما بنحبش نزعل حد. تمام، لا تنسوا تقدروني بلايك وتفاعلات ولايك عشان إن شاء الله إيه الطاقة بتاعتكم توصلني أكتر وتستفيدوا من الفيديو وغيركم يستفيد. طيب بالنسبة بقى لي في قراءات طبعا برسوم بتتواصلوا فيها مع الادمن عبر الفيسبوك او الانستجرام. طيب بالنسبه بقى للحمل المزدوج اللي هم ما بين الحمل والثور، واللي هم ما بين الحمل و ما بين الحمل والثور، واللي هم ما بين الحوت والحمل، يستمعوا للبرج الطالع او الباطن، ده بيبقى دقيق لو انت مش حمل اصلي. تمام، طيب احنا قلنا تواريخ ميلادهم قبل كده عشان بس ما ناخدش من وقت الفيديو. برج الحمل بشكل عامة من 22 4 اللي هو شهر ابريل ل 22 5. طيب هنركز طبعا على المريخ واتصالاته لان هو حاكم برجك، وهنركز على تأثير شمس السرطان وبعدين انتقالها لشمس الاسد. طبعا بيكون افضل واحسن ليك لما تبقى في شمس في طبيعة نارية زيك يا برج الحمل عن طبيعة مائية. وهنشوف قمر الحمل هيدخل كده يوم 25 7 مساء، نشوف ده تأثيره عليك ايه، ونشوف تأثير تراجع زحل عليك في ايه، ومشتري الجوزاء بيدعمك في اي جانب، وهنشوف قران المريخ مع المشتري الجوزاء ده قران رائع، هنشوف تأثيره عليك في اي جانب. ناخد طاقة كده الاول عامة للقادم الشهر ده معاكوا ايه، وبعدين ندخل في الخارطة الفلكية تفصيليا. مواليد برج الحمل شهر يوليو 2024 القادم بشكل عام او نبذة عن هذا الشهر باختصار كده، وبعدين ندخل في الخارطة وبعدين التاروت العاطفي في الآخر. مواليد برج الحمل شهر يوليو 2024، أول حاجة عندنا انتوا حاسين ان الحياة واقف بالذات في العلاقات، يعني انتوا ممكن تكونوا في علاقة عاطفية حالكوا واقف فيها، لا قادرين تفهموا ان العلاقة دي رايحة لإيه ولا مرساها إيه، أو البعض منكم عليه تعطيل ارتباط أو استقرار ولا زال الوضع كما هو عليه، لا بتعمل شفاء ولا بتساعد نفسك والدنيا واقفة كده. البعض الآخر ممكن تكونوا متزوجين وحد عامل لكم وقف أو تعطيل، أو العلاقة دايما بينك وبين الزوج فيها مشاكل وخلافات، ففي برود وفتور عاطفي عندك يا امرأة الحمل أو رجل الحمل. بتحس إن أنت حتى لو في علاقة بتمر بحالة فتور عاطفي. العازب من برج الحمل أو العزباء بتحسوا إن أنتوا بقالكم فترة لا بتلاقوا علاقة صح ولا علاقة متوازنة، لكن شايفة إن الشهر ده شهر البدايات العاطفية الجديدة، من شاء الله من بعد تالت أسبوع في شهر يوليو بتبتدي البدايات العاطفية بتبقى معاكوا أفضل وأحسن. شايفة كمان إن البعض منكم عنده بداية سفر بعد 17 يوم أو على 17/7، البعض يوم 13/7. في هنا موضوع بيت، يا اما انت عندك قضية على بيت رافعها او بتأجر بيت، او عاوز هنا ممكن عندك فيلا بتبيعها، فيلا بتأجرها، شقة، شاليه، ايا كان، بتفكر ان الشهر ده ان انت تستثمر في هذا البيت. ففي هنا يا اما مشكلة ورث على بيت فبتاخد حقك، او بتستثمر وبيجيلك فلوس حلوة من بيت. تمام، عندك شهرة ونجاح للبعض في موهبة معينة لو انت بتسعى لشهرة. البعض منكم بقاله فترة نفسه يسافر أو يطلع رحلة أو يسافر من أجل العمل، الرحلة دي بتجيلك أو السفرية دي
بيتوافق لك عليها من بعد 3 إشارات، البعض 3 أسابيع، البعض من بعد 3 7. في مشكلة صغيرة أنت بتحاول تحلها في محيط عملك، المشكلة دي أنت شايف إن الحل بتاعها إن أنا أنقل نقلة تانية وبتتم النقلة، أو إن أنت تسافر وتسيب الشغل ده خالص، وده اللي أنت بتقرر له هنا يا برج الحمل. شايفة إن في صديق هيكون للأسف الصديق ده كنت بتفتكره من أعز أصدقائك، أو كنت بتفتكره صديق مقرب ليك جدا، أنت هتكتشف إن الصديق ده بالذات رجل الحمل، هتكتشف إن الصديق ده عدو ليك. البعض منكم الصديق ده بيحاول ياخد زوجتك منك، أو بيحاول ياخد حاجة من رزقك أو من حقك، أو باصص لك في رزقك أو في شغلك أو في حياتك. أنت هتكتشفه وهتعرف إن هو بيغير منك وهتحذر منه، وهتكتشف خيانة من صديق هتعمل له وقفة. البعض منكم امرأة الحمل بتكتشف ان في صديق ليها رجل كانت فاكرة سند ودعم ليها وبيقدرها، او كان بيخدمها في حاجات كتير، هتكتشفي ان هو للأسف اكبر عدو ليكي. تمام. طيب البعض الاخر، في يا الله انتوا عندكم هنا يا مواليد برج الحمل الجو المحيط بيكم دايما غيرة، انتوا عندكم في المحيط العملي دايما غيرة، يا منافسين، ناس بتنافسكم، ناس حطاكم في دماغها، احتمال ناس بتحاربكم في الصحة بطاقات سلبية، يعني احتمال هنا البعض منكم بقالكم فترة بتعانوا في الصحة وبتعانوا في استقرار البيت بسبب ناس بتغير وبتحسد وبتحقد على بيتك، مركزة في حياتك، ده كله مأثر على صحتك. فأنت ساعات تحس نفسك مهمل، ساعات تحس إن أنت نفسك نشيط وعندك حيوية تشتغل، وساعات تحس إنك كسلان، ده كله بسبب إن في غيرة وحسد حواليك. محيطك وحش يا برج الحمل، عندك ثعالب وتعابين في حياتك، ركز على محيطك وهتكتشفهم قريب، لكن الصبر بيعقبه نجاح. في حاجات كتيرة انت بقالك فترة عاوز تاخد قرارات فيها بتنعزل منها، يعني شغل بتسيبه، بتنقل من مكان لمكان، يا بتسافر وتسيب شغلك خالص، في هنا قرار انعزال من حاجة سلبية. البعض منكم يا وارد برج الحمل بتسعى لترقية أو بتسعى لمكافأة بقالك فترة بتدور عليها، هتجيلك بتاريخ 31/7 أو بعد 31 يوم. البعض الآخر شفاء من طاقة أسحار وطاقات سلبية كان وراها امرأة عاملاها لك يا برج الحمل. البعض الآخر ممكن تكون دي ست يا امرأة برج الحمل بتغير منك، هتكشف وبيترد أو بيتقلب السحر عليها، كانت واقفة لك حالك، كانت بتعمل لك مشاكل كتير في أمورك الحياتية، لكن الموضوع هيتقلب عليها وهتنكشف، يعني لو انتي مش عارفاها هتعرفيها. تمام. ده كده باختصار. نشوف بقى بالنسبة للخارطة الفلكية عندكم من يوم 1 يوليو صباحا ل 5 يوليو صباحا. نشوف هنا اتصالات المريخ. طبعا المريخ في الثور عامل قران مع اورانوس والقمر في البيت التاسع، ده معناه ان الفترة دي حلوة قوي للي بيذاكروا في امتحانات ثانوية عامة، دراسات جامعية، بتاخد كورس تعليمي، بتزود من ثقافتك في الدراسة، فشايفة ان في نجاح وتفوق هنا. لو بتسعى لسفر او بتسعى لرحلة او عاوز ان انت تطلع سفر من اجل سياحة وبعدين تدور على شغل، ففكرة ناجحة قوي ودعم ليك الفترة دي. فترة حلوة برضو يا برج الحمل هنا لعقود الزواج، ممكن الفترة دي تعمل قران، كاتب كتاب، فترة كويسة هنا لكده، كمان فترة مناسبة للشراكات الجديدة وان انت تطور من الشراكة اللي انت فيها اصلا، تكبر وتوسع فيها، فترة مناسبة انك لسه تبدأ تدخل شراكة جديدة مع حد، كمان فترة حلوة للقضايا، يعني لو عندك قضية هنا او انت عندك قضية فبتكسبيها او بتبقى لصالحك، او فترة مناسبة انك ترفع دعوة قضائية تطالب بيها بحقك، المهم انها فترة مناسبة للمطالبة بالحقوق. كمان فترة مناسبة هنا لو في مشاكل على ورث، او كان في خلافات عائلية على ورث انت منتظره فبتحصل عليه، فترة كويسة هنا انك تدخل مع اصدقاء في شراكة او صديق يدعمك بعمل او بفرصة سفر تجيلك عن طريق صديق. فترة كويسة هنا ان اخواتك اللي اكبر منك بالعمر ممكن يدعموك ماديا او يساندوك او يقفوا جنبك في مشكلة. اصدقائك هنا ليهم دور ايجابي ايضا، زي ما في السلبي وفي الايجابي، في اصدقاء هنا بيدعموك وبيكون ليهم دور كبير في دعمك في امر مادي او امر معنوي بتحتاج لهم فيه وبيساعدوك فيه. الفترة اللي بعد كده 1 يوليو مساء ل 5 يوليو مساء، الفترة دي مناسبة ليك يا برج الحمل في ايه؟ طيب مناسبة ليك هنا في الشهرة، في الظهور، في الدعاية والإعلان، في إن أنت تقدم حاجة بنفسك للآخرين، بتكون لبق مقنع، سواء بتشتغل في مجال التسويق، المبيعات، التجارة الحرة، بتبيع أنت بنفسك،
صاحب مشروع صغير لسه بتفتحه، بتلاقي نفسك هنا عندك كاريزما للبيع او الشراء، او ان انت للبيع عفوا، او ان انت تحصل على التارجت بتاعك سريع. فترة كويسة برضو للصحة هنا، يعني شايفة ان انت بعد فترة متاعب صحية او بعد فترة صراع مع المرض بتتشافى، او صحتك هنا بتتحسن بشكل كبير. كمان شايفة الفترة دي مناسبة هنا للإنجاب، يعني اللي عنده مشاكل تخص الأطفال أو الأولاد، أو صحة أولادك كانت تعبانة، بتعاني من طاقات سلبية على أولادك أو في بيتك، شايفة إن في هنا جو هدوء وانسجام بيرجع لبيتك. لو مشاكل بينك وبين أطفالك وأولادك، أو بتطالبي بحق لأطفالك أو لأولادك، فبتاخدي الحق ده، أولادك بعيد عنك بيرجعوا لك. المهم فترة كويسة هنا ل اي حاجه تخص الاطفال، وبالذات اللي بيعملوا حقن مجهري، برضو فتره مناسبه هنا للعمليات الجراحيه الكبيره او عمليات الحقن المجهري من اجل الانجاب. فتره كويسه هنا للبيع والشراء او الاستثمار. الفتره اللي بعد كده 5 يوليو صباحا ل 10 يوليو صباحا، فتره كويسه يا برج الحمل معاك في التجاره، في الشراكات، في القضايا، في الحقوق. كمان فتره مناسبه انك تدخل شراكه مع اصدقاء، او ان انت تطلب دعم او مسانده من اخواتك اللي اكبر منك بالسن. فتره كويسه هنا للعمل والدعم العملي، بتحس ان انت طاقتك ايجابيه، جو العمل عندك ايجابي رغم ان في منافسين، لكن انت بتحس ان انت عندك الطاقه والحضور ان انت تقدم افضل ما عندك لشغلك. 5 يوليو مساء ل 10 يوليو مساء، فتره كويسه معاك يا برج الحمل هنا في الصحه، الفرص العملية الجديدة بالذات لو سفر، فترة مناسبة للتسويق، للمبيعات، لأن أنت تقدم حاجة بنفسك، سواء كنت إذاعة، صحافة، بلوجر، يوتيوبر، تيك توكر، أيا كان شغلك إيه، المهم حاجة أنت بتتكلم فيها مع الناس، بتكون لبق وعندك حضور كبير، الناس بتسمع للي أنت بتقدمه بمنتهى المصداقية واللباقة في الحوار، بتوصل المعلومة بسهولة. لكن السلبي هنا إن حذر من بعض القرايب، او حد هنا من العيله ممكن يكون بيتكلم في ظهرك، او بيحاول ان هو يهز ثقتك بنفسك، او بيحاول انه يجدد لك طاقات سلبيه. ده حد من القرايب، جيران، محيط اجتماعي، المهم انه في محيطك اللي انت فيه، خلي بالك منه كويس قوي. الفتره اللي بعد كده 10 يوليو صباحا ل 15 يوليو صباحا، فتره كويسه يا برج الحمل هنا في طلب المساندة أو الدعم المادي أو المعنوي من الأصدقاء أو إخواتك اللي أكبر منك في السن. فترة كويسة برضو هنا للقضايا، للأرباح، للشراكات، للتجارة، وللقضايا أيضا والمطالبة بالحقوق. برضو هنا لو في سفر أو دراسة لطلاب الثانوي الجامعات، تفوق ونجاح إن شاء الله دراسي. 10 يوليو مساء ل 15 يوليو مساء، فترة كويسة هنا أيضا للشراكات، لعقود الزواج، للقضايا، للمطالبة بالحقوق. فترة حلوة للصحة، فترة مناسبة للأطفال، أي حاجة تخص الأطفال والأولاد بتنتصر أو بتحصل عليها. فترة حلوة للشهرة والظهور، فترة كويسة هنا للتصالح العائلي والمشاكل العائلية، هنا بعد فترة خلافات الأمور بتتحل، أو الأمور هنا إيه بتتلم وبتستقر العلاقة. ظهرت ال لا عفوا، لسه الزهرة ما دخلتش الأسد، عشان ده بيبقى ليه تأثير عليكم في العلاقات. هو لحد الآن لسه ما طلعناش حاجة في العاطفة، بتبتدي تظهر من 3 أسبوع في 7. 15 يوليو صباحا ل 20 يوليو صباحا، فترة كويسة هنا عندك ليه الشراكات، فترة كويسة هنا للعلاقات العاطفية. هنا بقى يعني هنا بقى مريخ الثور بيديلك جمال، أناقة، جاذبية للجنس الآخر، يعني بتلاقي الجنس الآخر هنا بينجذبوا لك، بيبقى ليك طلب، بيبقى ليك حضورك، ففي هنا فرص عاطفية للعلاقات الصحية لغير المرتبطين، أو المرتبطين العلاقة بتاعتهم بتستقر، أو بتكونوا في علاقة على الأقل صحية. كمان فترة مناسبة عندك هنا لو أنت مسافر وعاوز تجيب أولادك معاك في سفر، أو بتعمل إجراءات سفر لحد من أولادك يشتغل معاك بره، أو عايز تجيب عيالك استقدام أو زوجة، فالإجراءات هنا بتبقى سهلة وبتتم بسهولة. فترة كويسة هنا للتصالح بين الأصدقاء، لو كان في مشاكل في دعم هنا من أصدقاء أو إخواتك اللي أكبر منك بيدعموك وبيسندوك في الفترة دي. تمام، فترة كويسة هنا لتحقيق أهدافك وطموحاتك، بالذات على صعيد الشراكة، او على صعيد ان انت عايز تفتح مشروع صغير، تشوف هيجيب فلوس، هيجيب ايه، بيبقى تخطيطك هنا مبدع. زهرة الاسد بتخليك احلى واجمل شكلا جسدا،
لو ماشي على نظام غذائي بيبقى الفترة دي كويسة جدا. عمليات جراحية، عمليات تجميل مناسبة جدا هنا للسيدات أو الرجال على حسب اهتماماتكم، المهم فترة داعمة هنا لعمليات التجميل جدا. 15 يوليو مساء ل 20 يوليو مساء فترة كويسة هنا عندك لل الأطفال، يعني هنا اللي عايز يجيب أولاد أو أطفال فترة مناسبة للإنجاب. الحقن المجهري مناسب في الفترة دي، مشاكل بينك وبين أولادك الأمور بتتصلح، هدوء وتصالح مع أولادك أو أطفالك. كمان الفترة دي شايفاها حلوة معاك للشهرة والظهور والدعم من الأصدقاء ومحيطك الاجتماعي، بيدعموك بيساندوك كتير، لكن اللي تحذر منه هنا الغيرة والحسد والطاقات السلبية اللي بتجدد لك. لو في الفترة دي انت منتظر خروج من سجن او عندك حكم او قضية في الفترة دي هنا منتظر حكم فيها، فللأسف بيبقى الموضوع فيه مماطلة او تأجيل او بيبقى الوضع كما هو عليه. كمان احتمال هنا انت ممكن تلاقي نفسك بتدبس نفسك شوية في اسرافك المادي، بتدبس نفسك في مشاكل مادية، او لو انت عليك ديون بتلاقي نفسك بتغرق نفسك في ديون زياده، فخلي بالك من حاجه زي دي. الصحه هنا حذر من امراض القلب والصدر والاوعيه الدمويه، يعني لو انت شاره في التدخين قلل شويه من التدخين، اي عادات سلبيه بتاثر على القلب والاوعيه الدمويه او الصدر انتبه منها. الفتره اللي بعد كده اللي هي 20 يوليو صباحا ل 25 يوليو صباحا، طيب المريخ لازال في الثور، عمل قران مع اورانوس ومشتري الجوزاء، هنا بيدعم لك طاقة السفر، بيدعم الدراسة الدراسات العليا الجامعات، بيدعم هنا النجاح والتفوق الدراسي، بيدعم ايضا هنا الشراكات عقود الزواج، بيدعم القضايا والحقوق، بيدعم ايضا اي حاجة تخص الاطفال، بيدعم الشراكة مع الاصدقاء، او بيدعم هنا ان اصدقائك ليهم دور في دعمك، صديق يجيب لك وظيفة في سفر، يقف جنبك في مشكلة. تمام، برضو الفترة دي هنا ممكن تطلب مساندة من اخواتك اللي اكبر منك، ليهم دور في مساندتك او دعمك في هذه الفترة لو كان في مشاكل بينك وبين اخواتك، فبتتصالحوا او الامور هنا بتهدأ او بتنسجم. الفترة اللي بعد كده عندك 20 يوليو مساء ل 25 يوليو مساء، الفترة دي نحاذر من الصحة زي ما احنا قلنا، البعض منكم فيه امراض تخص المعدة، القولون، الجهاز الهضمي، حذر من جرثومة المعدة أو اللي بيعانوا من مشاكل الجهاز الهضمي نخلي بالنا هنا، البعض الآخر نخلي بالنا من أمراض القلب والرئتين والأوعية الدموية، محتاج فحص، محتاج تتابع صحة القلب عندك هنا خصوصا لو أنت مدخن شرعي. الفترة دي مناسبة للأطفال، لو أطفالك مرضى أو تعبانين أو وضعهم الصحي سيء فبيتعافوا إن شاء الله في شفاء، فترة مناسبة للإنجاب، فترة مناسبة برضو هنا للحقن المجهري، فترة كويسة هنا للشهرة للظهور، فترة مناسبة هنا للتصالح مع الأصدقاء، الأصدقاء أيضا وإخواتك اللي أكبر منك واللي أصغر منك ليهم دور في دعمك، لو في مشاكل هنا بينكم وبين الإخوة فبتتحل أو بتتصلح، اللي نحذر منه هنا بس إيه الصحة، لكن أي حاجة تانية بتبقى إيجابية. 25 يوليو صباحا ل 31 يوليو صباحا فترة كويسة هنا للشراكات، فترة كويسة هنا برضو أي حاجة هنا تخص الأطفال والأولاد، هنا لو في مشاكل بين الأزواج أو مشاكل على نقل بيت أو هنا ممكن بتنقل من بيت لبيت، ففترة مناسبة جدا لكده، لكن اللي تخلي بالك منه إن لو أنت مسافر وعندك قضية، مش قضية يعني، لو أنت في سجن ومسافر مثلا ومنتظر حكم، ف مواطلة تأجيل الوضع كما هو عليه. كمان شايفة مريخ الجوزاء هنا بيدعم العمل، بيخليك إيجابي أكتر، بيفتح لك فرص، قرانه مع مشتري الجوزاء بيفتح لك الفرص العملية في محيطك، في محيطك يعني مثلا بتدور على شغل هتلاقي، بتلاقي دعم، بتلاقي فرص كتير سواء في سفر أو في بلدك، بيفتح لك باب العمل أو باب الفرص لانك تزود دخلك المالي مثلا، انت في شغل عاوز تدور على شغل جزئي بتلاقي زي كده. 25 يوليو مساء ل 31 يوليو مساء زهرة الاسد بتدعمك من ناحية الجمال، بتدعم العلاقات العاطفية، فرص عاطفية هنا لغير المرتبطين، انفراجات عاطفية هنا يا برج الحمل، شايفة ان في فرص سفر بتجيلك لدول اجنبية بقالك فترة بتسعى لده بتجيلك هنا، بقى ممكن في الفترة دي لو انت عندك هنا
سجن او نفي، ففي افراج في التواريخ دي بالذات. شمس الاسد بتساعدك، زهرة الاسد بتساعدك، قمر الحمل ايضا بيدعمك كتير في هذه الفترة. يعني بتبتدي الدنيا احلى معاكوا هنا من 25/7. نشوف هنا مريخ الجوزاء، قرانه مع مشتري الجوزاء بيخلي علاقاتك الاجتماعية ليها دور في اخد حقك، علاقاتك الاجتماعية ليها دور في توظيفك، علاقاتك الاجتماعية ليها دور في ارتباطك، ليها دور في ان هما بيساندوك او يقفوا جنبك في مشكلة معينة او في سداد ديون او مشاكل مادية. فترة كويسة للشهرة والظهور، واي مشكلة تخص اطفالك او اولادك برضو الفترة دي بتلاقي حل فيها، او فترة مناسبة للانجاب. كمان فترة مناسبة هنا للشراكة مع اصدقائك، او حد مثلا عايز تدخل شراكة انت وصديق وحد من قرايبك مثلا وتفتحوا بيزنس مع بعض، ففترة مناسبة كنوع ده من الشراكة مع قريب او مع صديق او مع اخوك اللي اكبر منك. لو بتخطط لكده ففي تسهيلات وتيسيرات لده في الفترة دي، او انك تفتح انت بنفسك مشروع صغير تشوف دخله ايه، فان شاء الله بيكبر وبيتحسن او بيبقى فيه دخل مالي من وراه. فترة كويسة للشهرة والظهور. فترة مناسبة هنا ايضا لا مش مناسبة هنا الصحة برضو، نخلي بالنا يعني هنا برضو القلب، الرئتين، الأوعية الدموية، الصدر، الجهاز الهضمي، نخلي بالنا من النوع ده من الأمراض. قمر الحمل، طيب قمر الحمل بيدعم العمل، بيدعم السفر، بيدعم هنا أيضا علاقاتك الاجتماعية والعائلية. لو كان في مشاكل أو خلافات بتتصلح، أمورك العائلية بتتوازن. 31 يوليو صباحا بقى، الفترة دي كويسة معاك في برضو الأصدقاء ليهم دور في حياتك الفترة دي. حذر من الطاقات السلبية اللي بتجدد لك، بالذات البرج الحمل اللي في سفر أو مسافرين. كمان الفترة دي مناسبة للنقل من بيت لبيت، للتصالح بين الأزواج. لو كان في مشكلة أو قضايا بينك وبين الطليقة، فبيبقى نصر ليك أنت، أو يعني الأمر لصالحك أنت أو لصالحك أنت. 31 يوليو مساء، مريخ الجوزاء بيدعم الأطفال برضو، نفس الكلام، بيدعم هنا الانفراج المادي والخروج من ديون وأزمات ومشاكل مادية. بيدعم هنا الشراكة مع الأصدقاء والإخوة الأكبر منك بالعمر، بيدعم الشهرة والظهور، بيدعم الوضع النفسي، يعني بتكون نفسيتك هنا أحسن. شمس الأسد بتدعمك نفسيا أكتر. كمان الصحة نخلي بالنا هنا من الأمراض اللي احنا حددناها قبل كده. تمام، طيب كده نعتبر ايه الخارطة الفلكية خلصناها. ندخل بقى على ايه التارو ونشوف في اخر الفيديو نصيحة الشهر ايه. تمام، طيب وصلنا للدقيقة 22:56 عشان اكتبها لكم تحت في اسفل الفيديو. طيب نشوف بقى اول حاجة رجل برج الحمل العازب ايه اخباره هذا الشهر. طيب رجل برج الحمل العازب، شايفة هنا ان فيه فرصة ارتباط أو فرصة حب بتجيلك عن طريق العمل. يعني انت هنا ممكن تكون بتنقل لشغل جديد أو رايح فرصة شغل جديد وسايب شغل، أو بقالك فترة مش بتشتغل رايح بقى شغل جديد. شايفة ان في عندك فرصة للارتباط والاستقرار في صعيدك العملي من زميلتك أو صديقتك في شغلك، بتتواصلوا أو بتتكلموا مع بعض، بيبدأ الانجذاب والاستلطاف وبتتعلق بيها. تمام، فشايفه ان في رجل برج حمل هنا زواجه عن طريق فرصه العمل الجديده اللي جايه لك دي، اللي انت داخلها او ان انت فيها، او انت ممكن تكون لسه مستلم الوظيفه دي السنه دي، فالبنت دي لسه هتقابلها الفتره اللي جايه. اسد حمل قوس، ممكن تكون من جدي ثور عذراء، عقرب. طاقه تانية ان في رجل برج حمل هنا، انت للاسف كنت في علاقه سامه مع امراه نرجسيه، تركتك بطريقة مؤذية. ممكن تكون علاقة انترنت، أو البنت دي من دولة تانية، عملتوا لبعض بلوكات، اتخانقتم. ممكن تكون البنت دي كمان مؤذية، استغلتك، كانت عارفاك خسارة مادية، يعني كانت بتسرقك، بتستنزفك ماديا، كانت عارفاك عشان تستغلك. انت هنا بتدور على واحدة عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي عشان تجيبها وترجعها بنية الانتقام. يعني أنا شايفة هنا إن في رجل برج حمل مقهور من واحدة، نصبت عليه، يا ضحكت عليه، يا علقته بيها جامد وقامت سايباه وراحت عاملة له بلوكات، وبعد ما استنزفتك طاقيا وعاطفيا وماديا بتحاول أنت تدور وترجعها
من جديد وانت رابط نفسك بكده. والبت دي على فكرة خلي بالك كانت عاملة لك ربط، عشان كده انت مش قادر تتخلص منها، انت مش قادر تنساها، بتدور عليها، عاوز تجيبها. البعض منكم انت ممكن تكبر في دماغك تسافر لها الدولة اللي هي فيها، تكون عارف بعض التفاصيل الدقيقة وعاوز تجيب معلومات عنها وعايز توصل لها. انتوا عاملين لبعض بلوكات والبنت دي قطعت بشكل كبير. البنت دي ممكن تكون انسحبت من العلاقة لان هي اصلا متجوزة وانت ما تعرفش، وهتكتشف مع بحثك ورحلة البحث بتاعتك انها كانت متجوزة وانت كنت في علاقة معاها وما تعرفش عنها اي معلومات. البعض الاخر البنت دي انتوا قطعتم والعلاقة انتهت بسبب رفض اهل، لان في بينكم فرق مسافات، شايفة ان العلاقة دي بترجع تاني ببداية جديدة وبتتحد الظروف. البعض منكم ممكن بيلجأ لجواز سري من هذه المرأة وبتسافر بلدها للعمل او بتسافر بلدها وتبقى معاها هناك. ميزان جوزاء دلو، جدي ثور عذراء، حوت سرطان عقرب. طاقة تانية ان في رجل برج الحمل هنا. انت رجل برج حمل مطلق وعندك اطفال او منفصل، فانت العلاقه اللي انت فيها دي مش مرتاح فيها، في مشاكل وخلافات عائليه قايمه كتير على رفض هذا الانفصال، لان انت بتطلق اصلا. يعني انت هنا رجل برج حمل منفصل او مطلق وفي مشاكل وخلافات قايمه على هذا الطلاق او الانفصال، وفي بينك وبين الست دي اطفال واولاد، فالموضوع ده معقد عليك ارتباطك اللي انت داخل عليه، لان انت دلوقتي في تعارف مع بنت جديده والمشاكل اللي من الطليقة السابقة لا زالت بتحوطك مقلقاك ومخوفاك من ارتباطك الجديد. فأنا شايفاك في مود سلبي شوية، ولكن هتنتصر وتطلع من هذه الطاقة وبتندمج مع العلاقة الجديدة اللي انت داخل فيها. ميزان جوزاء ده حوت حمل أسد حمل قوس. طيب نشوف بقى امرأة برج الحمل، امرأة برج الحمل العزباء، نشوف امرأة برج الحمل العزباء وضعها ايه هذا الشهر. طيب امرأة برج الحمل اللي مش في علاقة خالص، انا شايفة ان في توأم روح بتقابليه، في عريس بيجيلك تقليدي عن طريق الاهل او المحيط العائلي، بيجيبولك فرصة ارتباط واستقرار مع شخص متناسب معاكي، ده توأم روح ليكي، هترتاحيله وهتقابلوا بعض، هتقعدوا تتفاهموا، بيحصل انجذاب، وبعدين شايفة ان العلاقة دي رايحة لزواج واستقرار. يعني في امرأة برج الحمل هنا اخيرا بعد فترة من التعب بتلاقي شريك حياتها هذا العام، وبالذات خلال شهر 7 و8. تمام، يعني بين الشهرين دول في فرصة ارتباط واستقرار ليكي عن طريق العيلة والقرايب، بيرشحوا لك شخص بتتكلمي معاه وبتقعدي معاه، بيحصل تفاهم وبيحصل زواج او خطوبة على الاقل، واخر على السنة الجاية جوازك. ممكن تكون حوت سرطان عقرب ميزان جوزاء دلو اسد حمل قوس. طاقه تانية ان في امراه برج الحمل هنا مشهوره او معروفه بشيء بتقدمه للناس، بتدخلي في تجارب عاطفيه كتير مش مستقره، بتمري بتجارب ما بتكملش، او بيحصل لك نوع من الخوف الوهمي من الارتباط، وصلتي للمرحله دي. فشايفه ان انت بتطلعي من الصراعات والافكار السامه من العلاقات، وان انت تعقدتي، او ان انا مش هرتبط، او ان انا مش هستقر. شايفه ان في علاقه، في شخص بيكراش عليكي، يعني مراقبك بقاله فتره في صمت كده. ممكن البعض منكم في محيط عمل، البعض الاخر في محيط عائلي، البعض الاخر عبر الانترنت. الشخص ده مراقبك بيكراش عليكي، هيبتدي ياخد خطوه انه يتعرف عليكي بنيه الخطوبه والاستقرار. هذا الشخص اسد حمل قوس حوت سرطان عقرب جدي ثور عذراء. امرأة برج الحمل طاقة أخرى، شايفة إن أنتي عليكي ربط وتعطيل من الزواج، أنتي محتاجة شفاء عشان تجيلك البداية الجديدة. أنتي بقالك 4 سنين بتعاني من الطاقة دي، وكل ما بيجيلك فرصة ما بتكملش، كل ما بيدخل شخص حياتك أمورك مش بتكمل أو مش بتظبط، كل ده بسبب إنك محتاجة شفاء، لازم تشتغلي على شفائك. البعض الآخر أنتي مريتي بعلاقة حب صعبة، لحد الآن انت ما عملتيش جلسات شفاء من هذه العلاقة السامة، فعشان تقدري تدخلي علاقة صحية لازم تعملي شفائك من العلاقات السامة اللي كنت فيها الأول. تمام، طيب دي قراءة عامة، طبعا لو خاصة بيوضح معايا أكتر. طيب نشوف بقى هنا رجل برج الحمل اللي مرتبط، رجل برج الحمل اللي في علاقة حب أخباره إيه.
طيب رجل برج الحمل هنا انت في انت خاطب، يعني انت هنا مرتبط بخطوبة رسمية مع امرأة شايفها ضربة الحظ بالنسبة لك ومبسوط قوي بهذه العلاقة، وشايف ان العلاقة دي كانت مكافأة القدر لما دخلت حياتك. شايفة ان انتوا بتحددوا اساسيات الزواج والارتباط، ولكن في ناس بتحاول تشككك او بتخوفك شوية من الست اللي معاك دي. يعني في حد هنا بيلعب في دماغك، حد بيحاول ان هو يقولك ان هي سلبية، علاقة سامة من المحيط العائلي البعض الاخر غيرة اصدقاء. يعني في حد هنا بيلعب في دماغك في خطوة زواج وارتباط من بنت انت خاطبها، وانت متمسك بهذه العلاقة برضو وماشي في طريقك عادي جدا. شايفة ان انت من البنت دي ممكن تكون من برج حوت سرطان عقرب، ممكن تكون جدي ثور عذراء، تمام؟ هي ترابية او نارية، يعني اسد حمل قوس، حوت سرطان عقرب، جدي ثور عذراء. طاقة تانية ان رجل برج حمل هنا انت مرتبط عاطفيا بامرأة مبسوط بيها قوي، سعيد بالعلاقة دي، بتفكر فيها كتير. البعض منكم انا شايفة ان انت بتاخد خطوة خطوبة او ترسيب من هذه المرأة، يعني انتم مرتبطين بس، فانت بتدرس البنت بت 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 يعني بتعملها نوع من الاختبارات. البنت دي شايف فيها امنيات كتير في بالك، انتوا على فكرة اصدقاء ولسه مطورين العلاقة دي الحب قريب، فعاوز تطور العلاقة دي بقى لخطوة خطبة. اسد، جدي ثور عذراء، دلو. طاقة تانية اللي في رجل برج الحمل هنا انت خاطب بنت مشهورة او معروفة، شهرتها تعباك، مجنناك، مضايقاك. يعني انت هنا متضايق من الشهرة بتاعتها، متضايق من ظهورها، بتغير عليها جدا، واغلب المشاكل كلها بسبب الغيرة والخلافات والمشاكل. انا شايفة ان انت يعني بتاخد خطوة ان انت يعني تلم الامور مع البنت دي، وشايف ان العلاقة دي تروح لزواج احسن، ويعني شايف ان حل المشاكل ده ان انت تتجوزها، بس موضوع الشهرة بتاعتها ده هيبقى موضوع خلاف بينك وما بينها. لكن انا شايف ان كده كده العلاقة هتتفهموا او هتستقر او هتروح لاطار الاستقرار والارتباط، رغم ان انت تعبان مش متقبل فكرة الاعجاب من الرجالة او طبيعة عملها مش قابلها، فهتتجوزها وانت قابل ده غصب عنك. جدي ثور عذراء، حوت سرطان عقرب. مش كل حاجة بنقيسها بالحب يا برج الحمل، يعني مش كل حاجة تيجي على نفسك عشان الحب، تمام؟ طيب بالنسبة بقى ليه، ندخل بعد كده على امرأة برج الحمل اللي مرتبطة. امرأة برج الحمل المرتبطة أو في علاقة حب أو مخطوبة مثلا حسب ما يطلع لنا السيناريو. طيب امرأة برج الحمل المرتبطة بالنسبة لامرأة برج الحمل اللي في علاقة حب أو مرتبطة، شايفة إن في هنا امرأة برج حمل انتي في علاقة مع شخص انتي مش مرتاحة في العلاقة دي. 8 كؤوس يعني معناها ان العلاقة دي مضايقاكي، مش مرتاحة فيها، عاوزة الشخص ده يا اما ياخد اطار الترسيم يا اما ان انتي تسيبيه. انت حاليا هتعملي ايه؟ انت بتخططي لانك تسيبي الشخص ده او تقطعي العلاقه معاه له لفتره مؤقته، يعني هتدي له مجرد مهله لقطع العلاقه. انت ممكن تكوني احتفلتي بعيد ميلاده وكان عيد ميلاده الشهر ده مثلا، ممكن يكون برجه جوزاء او سرطان، احتفلتي بعيد ميلاده جبتي له هديه مثلا، بس بعد المناسبه دي بتسحبي. يعني استغلتي مناسبة عيد ميلاده بأنها تخطبني، هتعمل خطوة رسمية، يا إما كل واحد فينا يروح لطريق. فشايفة إن أنتي بتاخدي بريك أو هدنة من هذه العلاقة، الشخص ده هيتجنن من البعد عنه أو الانفصال، مش هيستحمله، وهياخد خطوة استقرار أو زواج معاكي فعلا لأنه بيحبك وعنده مشاعر اتجاهك. أنتي كلمتيه أكتر من مرة وحسيت إنه بيتهرب أو حسيت إن هو مش متقبل فكرة الزواج او الارتباط، فبدات تشكي في نواياه تجاهك، فانت عاوزه تنسحبي بيه من العلاقه دي كمؤقت، وهو ده هيشجعه على الارتباط والاستقرار معاكي. طيب طاقه تانية ان في هنا امراه برج الحمل انت متردده بين شخصين، بين شخص من الماضي بيرجع لك وشخص انت دلوقتي
بتتكلمي معاه وانت معتبره صديق وهو بيحبك، يعني انت مرتبطه بشخص هو بيحبك، انت شايفاه صديق ومستلطفاه وحبيبك السابق بيرجع لك وانت مع الشخص الجديد الصديق اللي بدأتي تحبيه او تستلطفيه. الشخص القديم اللي من الماضي راجع عايزك تسامحيه، عاوزك تديله فرصة تانية. انت مترددة دلوقتي مش عارفة اعمل ايه بين القديم وما بين الجديد، انت خايفة وقلقانة، بس انا شايفة ان انت في البعض منكم هيقبل عودة العلاقة اللي من الماضي، والشخص اللي معاكي ده هتقولي له احنا مجرد اصدقاء مش قادرة ادي لك مشاعر. وخلي بالك لان الشخص القديم ده اللي هتاخد قرار بكده ده راجع يستغلك وماشي، او راجع يرضي غروره وراجع، فخلي بالك. البعض الاخر ودي الشاطرة بقى اللي هتقبل وهتوافق ان العلاقة الجديدة هي اللي تاخد اطار الفرصة والقديم مش هديله فرصة تانية، خصوصا لو كان نرجسي وسام ومؤذي. طيب طاقة تانية ان امرأة برج الحمل، هنا انا شايفة ان انت بتحبي شخص وهو بيحبك، العلاقة متوازنة متكافئة جدا، انت ممكن بتذاكري او بتدرسي الفترة دي ومتفقين ان بعد الدراسة او بعد الامتحانات يجي يتقدم او يعمل خطوة رسمي معاكي. تمام. طيب جدي ثور عذراء جوزاء اسد حمل قوس ميزان جوزاء دلو. طيب نشوف بقى الطاقة اللي بعد كده، رجل برج الحمل المنفصل أو المطلق. طيب رجل برج الحمل هنا المطلق أو المنفصل، شايفة إن فيه هنا طلاق رسمي تم بين زوجين، بينكم أولاد وأطفال، دخلت في قصة حب جديدة وفي نفس الوقت مش قادر تنسى العلاقة دي، وخصوصا إن الرابط اللي بينكم طفل، فأنت متردد هنا ما بين الحب اللي أنت دخلته اللي رفضه الأهل والعادات والتقاليد وعاوزينك ترجع لطليقتك اللي أولى الأحسن عشان بنتك عشان ولادك، فأنت هنا مش عارف تعمل إيه، أنت قافل على نفسك ومنعزل وعندك اكتئاب ومش عارف تاخد قرار إيه، أنت حاسس إن أنت مع بنت جديدة عشنتها وفي نفس الوقت أهلك رافضين البنت دي وعاوزينك تدي فرصة للعلاقة اللي أنت فيها وإنك تستقر معاها أو إن أنت ترتبط بيها أو ترجع الجوازة دي تاني، فأنت هنا متردد بين أمرين. طب أنا عاوزة أشوف أخد كارت هتعمل إيه رجل برج الحمل هنا، هل هيرجع للطليقة ولا هتكمل مع الجديدة؟ طيب هو أنت بصراحة هتعمل حاجة غريبة، أنت هتسيب البنت اللي أنت معاها وهتفهمها إن أنت غير متاح للارتباط أو أنا دلوقتي مش قادر أكمل، وفي نفس الوقت مش هتدي فرصة للطليقة اللي عندك منها أولاد، أنت مش متاح حاليا للارتباط، أنت عايز شفاء، فانا شايفه ان انت هترفض العلاقه دي وهتطلع من الارتباط السابق ده مش هترجع له برضه، وهتفضل العزله وانك تاخد قراراتك وانت قافل على نفسك. ميزان جوزاء دلو جدي ثور عذراء عقرب اسد حمل قوس، عايز تقعد مع نفسك كده تفكر هعمل ايه اقرر ايه قبل ما اعشم حد، بس اللي انت هتعمله ان انت هترجع للعلاقه الجديده وهتكبر من الماضي ده خالص بعد فتره، ده هتاخد وقت لسه. رجل برج حمل تاني هنا، انت احتمال هنا منفصل من علاقة عاطفية، حصلت غيرة سوء فهم بينك وبين الحبيبة وشايفة ان انت قلقان منها لان خايف تكون فقدت الثقة فيك، ما بقتش عاوزاك، ما بقتش بتحبك كفاية، فشايفة ان انت هنا قلقان وخايف من رد فعل البنت دي معاك، هتعمل ايه، موقفها مني ايه، خايف وقلقان منها، فشايفة ان العلاقة دي فيها صلح وعودة ورجوع من طرفك للبنت دي تاني، وشايفة ان انت هتاخد خطوة استقرار او زواج معاها. انت ممكن تكون وضعك المادي ما كانش في افضل حالاته او عندك شوية ضغوطات او مشاكل في شغلك عطلتك او شغلتك كتير عن هذه المرأة، فشايفة ان انت بترجع ببداية جديدة للعلاقة دي تاني بعد فترة عند ومشاكل وشكوك وخلافات او عدم ثقة كمان تدخلت في العلاقة دي. في علاقة تانية رجل برج الحمل هنا المطلق أو المنفصل، شايفة إن أنت بعد فترة انفصال عن زوجة بترجعها تاني، يعني أنتوا ممكن تكونوا منفصلين بقالكوا سنة وحاولت تدور على علاقة تانية، أو حاولت فترة الانفصال هنا مش طلاق، انفصال مش طلاق لمتجوز برج الحمل، يعني أنت هنا منفصل ولكن لسه زوج وزوجة، فحاولت تدور على فرصة تانية، حاولت تدور على علاقات تانية ترتبط تستقر عشان تقدر تاخد قرار الطلاق من هذه الزوجة، لكن هتلاقي نفسك مش قادر تلاقي الإنسان اللي تريحك أو تحبك، فشايف إن أنت تقرر إن أنت ترجع لهذه الزوجة
أفضل أو أحسن حفاظا على البيت والأسرة والأولاد. جدي ثور عذراء، أسد حمل قوس، ميزان جوزاء دم. طيب نشوف بقى هنا امرأة برج الحمل المطلقة أو المنفصلة. طيب امرأة برج الحمل، أنا شايفة إن أنتي هنا أنتي مطلقة من زوجك، وفي نفس الوقت دخلتي في قصة عشق وحب مع شخص جديد. العلاقة دي انجذاب قوي، شغف سريع، خلاكي تقدري تطلعي من التجربة السامة بتاعة الماضي ومن العلاقة اللي كنت فيها السامة المؤذية. ولكن أنتي بدأتي تطلبي هذا الشريك الجديد اللي هو العلاقة الجديدة دي، بتطالبيه بالزواج، يعني عاوزاه يتجوزك، عاوزاه يرتبط معاكي. فالشخص ده متردد بسبب ان انتي متجوزة وعندك اولاد وهو عازب، فهو بيعرض عليكي الجواز السري وانتي رافضة الفكرة دي ومش حابة. فانتي هنا مترددة ما بين ان اوافق على الجواز السري وخلاص ولا افضل معاه كده. فانتي بصراحة مترددة بسبب الاختلافات اللي بينك وبين هذا الشخص. فانا شايفة هتاخدي قرار ايه في الاخر. انا عاوزة اشوف امرأة برج الحمل هتاخد قرار ايه هنا. لا، انتي هتبعدي من الراجل ده، انتي هتاخدي قرار ان هذا الشخص عايزني في علاقة سرية، لا انا ما اقبلش على نفسي كده. هتبعدي عنه وتختبريه، تشوفي لما يبعد عنك هيعمل ايه. البعض الاخر انا شايفة ان فيه هنا زوج بيرجع زوجته تاني بعد فترة انفصال دامت سنتين بسبب ان هو غيران عليكي، عارف ان انتي جايلك زواج تاني او ارتباط تاني، فعاوز يرجع العلاقة دي معاكي تاني. جوزاء، حوت سرطان، عقرب، جدي ثور عذراء. طاقة تانية انا شايفة هنا امرأة برج الحمل، انتي متزوجة شخص ولكن في اهمال، يعني انتوا هنا متجوزين منفصلين مع بعض في بيت واحد ولكن مفيش شغف، الشغف مات، العلاقة صعبة باردة فترة بسبب ان في جن عاشق على الزوج او عليك انتي، مخليكي مش قادرة تستقري في هذه العلاقة. وممكن تكوني بتنامي في أوضة وزوجك ده في أوضة، فانتوا زي المنفصلين. فانا شايفة ان العلاقة دي محتاجة شفاء عشان تتوازن او ترجع تاني. ممكن تكون ميزان جوزاء دلو هذا الزوج، او ممكن يكون حمل زيك، اسد حمل قوس عقرب. العلاقة دي فيها طاقات سلبية هي اللي مخلية العلاقة فيها برود او فتور كده، خلي بالك. طاقة تانية ان في هنا امرأة برج الحمل مطلقة من زوجها، في تدخلات من اخ الزوج او اتصالات او رسائل بتجيلك من يوم 8/7 او بعد 8 ايام، رسالة او مكالمة برجوع من هذا الزوج. يعني هو اللي بيرجع، بيحبك، متألم، حاسس بخسارة وندم من غيرك، ففي رسالة او حركة منه بانه يرجع العلاقة دي تاني بينك وما بينه عن طريق طرف ثالث بيتدخل، يا اما اخو يا صديق يا اخت. بتلاقي رسالة أو اتصال منهم برجوع العلاقة تاني بينك وبين هذا الزوج. جدي ثور عذراء، ميزان جوزاء دلو. طيب نشوف هنا متزوجين مواليد برج الحمل. المتزوجين من مواليد برج الحمل، المتزوجين من مواليد برج الحمل. نشوف المتزوجين من مواليد برج الحمل وناخد بقى نصيحة الشهر وكده. لا تنسوا اللايك عشان تكونوا أول برج أبدأ فيه، وعشان الطاقة بتاعتك توصلكم، طاقتكم توصلني وتعتبروها زي قراية خاصة كده. طيب شايفة إن هنا في متزوجين حاسين ببرود أو فتور في العلاقة. ممكن يكون المشكلة هنا واقفة على عدم إنجاب، يعني في مشكلة هنا تخص الإنجاب. ممكن يكون في حد عمل لك ربط عن رحم بان انت ما تخلفيش او ما تنجبيش من هذا الزوج، يا اما دي حبيبه سابقه، يا زوجه سابقه ليه، يا زوجه اولى وانت التانيه. فانا شايفه ان المشكله بينك وبين هذا الزوج واقفه على انجاب او اطفال. فشايفه ان العلاقه دي للاسف فيها انفصال، والربط للاسف اللي معمول ده هينجح، والعلاقه هنا للاسف فيها انفصال رسمي. محتاجين شفاء عشان ده ما يحصلش. في طاقه تانيه ان مواليد برج الحمل في مشاكل وخلافات دايما بينكم وبين العيله والاهل، دايما في خلافات، وبالذات ام متسلطه هنا بتتدخل بين الزوجين بتعمل مشاكل، اهل الزوجه ايضا بيتدخلوا. فانت بتحس او انت بتحسي ان الاهل عارفين كل حاجه وانتوا مكشوفين. فالعلاقه هنا فيها عدم ثقه، فيها مخاوف بسبب ان انت شاكه في جوزك ان في طرف ثالث. المشكله كبرت، وصلت للاهل، الاهل تدخلوا، فالعلاقه دي راحه للطلاق والانفصال. انا اسفه جدا، يعني المشكلة هنا هتكبر وتزيد لأن انت بتكتشفي ان زوجك في طرف ثالث
أو تدخلات الأهل وتسلط الأم دي هيوصل العلاقة للانفصال. البعض الآخر متزوجين هنا شايفة إن علاقة كانت رايحة الانفصال أو طلاق يعني بتحلوا المشاكل بالعقل، يعني بتتكلموا مع بعض، بتتفهمي انتي وهذا الزوج، بتحطوا خطة للعلاقة صح، بتتوازن العلاقة، بتستقر بعد انهيارها أو بعد ما كانت رايحة للطلاق، وشايفة إن في رحلة سفر بتسافروها كرجوع لاستقرار هذه العلاقة أو كتجديد للحب بينكم، يعني شايفين إن انتوا تسافروا يمكن ده يجدد من إيه، من الحب بينك وبين الزوج. تمام؟ طيب نشوف بقى إيه نصيحة هذا الشهر يا مواليد برج الحمل. نصيحة الشهر يوليو لمواليد برج الحمل: خد موقف، يعني طالع لي هنا نتحرك، خد موقف، بلاش تبقى سلبي، اتحرك. عايز هدف حققه، بلاش تبقى كسلان، شايفة ان لازم تاخد موقف عشان تعرف تجيب رزقك وفلوسك ازاي. البعض الاخر انا شايفة ان انت في خطوة هتاخدها تجاه المال او في فرصة اموال هتجيلك حلوة قوي، وهتقدر تاخد موقف ايجابي تجاهها. البعض الاخر ان بلاش تجازف بمبلغ كبير في فلوسك في حاجة، فكر بايجابية، فكر شوية بايجابية، بلاش افكارك تبقى سلبية، تكون حازم مع بعض الاشخاص في حياتك، ما تبقاش متساهل في حقك. لو انت مؤمن بنفسك هتنجح. في تحسن في الصحة للي عندهم تعب او مرض صحي. شايفة ان انت جاهز دلوقتي للحب والارتباط او للعلاقات الصحية، او اجهز او حب نفسك كفاية عشان تبقى جاهز للعلاقات الصحية اللي جاية حياتك. اغفر سامح اللي اذاك، وانتظر مفاجآت القدر او انتظر مفاجآت الرب. يعني انت دلوقتي سامحت اللي اذاك، ربنا يسامحه، انا مسامحهم عشان ربنا، ومنتظر تعويض من ربنا على ده. هتلاقي تعويض او كارما ايجابية او دارما ايجابية على مغفرتك وتسامحك لكل من اذاك. تمام؟ طيب كده انا اعتبر خلصنا. تمنياتي لكم بالتوفيق، شكرا لكم، مع السلامة.